وصلتنا اليوم مشاهدينا ميزه لانه حالتين شغلتين سوا عاده ما بيلبقوا مع بعض، بس جاد قرر يلبقهم مع بعض. موزور اول شيء. عاده بنخلط مطبخين مختلفين. مزبوط. اليوم خلطين مطبخ باتيسري. ايه يعني ها هي شغلتين كثير بعاد عن بعض يعتبروا. هلا اللي رح نعمله اخدين عجينه الشو او عجينه الاكلير. عاملين اكلير. اكلير. لانه اذا بتلاحظي هلا اذا بتدقيها لحالها بتحبي اكلير رانيا؟ بس مش شوكولا ولا بانان مع كروفات ورقيق كروفات وافوكا وسمو افوكا وسمو. هلا اذا بتاخذي الروسيت الكلاسيك طعمتها لحالها فلات فاد. ايه يعني بتحمل بتمشي مع حيلا شيء، بتحمل حشوتها تكون سكر سكري. مع فيها سكر شوي، فيها سكر شيء بسيط يعني. هي هون الروسيت عندنا عم نحكي عن كباية ونص حليب ليكيد، كباية ونص مي، كباية زبدة تقريبا، ملعقة سكر ورشة ملح كتير بسيطة. بناخذهم بنحطهم بكسرول او بطنجرة بس يغلوا اول ما يبلشوا يغلوا ويدوبوا مع بعضهم. بناخذ كبايتين طحين 400 جرام بنحطهم عليهم، بنصير نطبخهم معهم، بصيروا عجينة. بنشيلهم بنحطهم بالخفاقة. بنصير نخفقهم بلا البيض، البيض عندنا 10 بيضات بدنا نزيدهم عليهم، بنصير نخفقهم بلا البيض لتنزل الحرارة تنبردهم، لأنه إذا بنحط ديراك بينطبخ البيض بقلبهم. بس تنزل حرارتهم بنصير نسقطهم بيضة ورا التانية، بصير عنا عجينة بناخذهم بنحطهم بالكيس القرطاس بالبايبنج باج ومنقرطس. هلا هون فينا نعمل الشكل الإكلير وفينا نعمل الشو. من هون ورايح بناخذهم بنطبخهم بقلب الفرن على ال 170 تقريبا 30 35 دقيقة بصير عنا هذا الشيب. هلا دائما الإكلير بنستعملها مطرح ما هي محطوطة تناخذ يعني فلات. مزبوط يعني هاي هيك كانت بالفرن. مزبوط رح نستعملها هيك نحن، هيدا الوجه حيكون تبعها. هلا عادة بتدهن شوكولا حسب الحشوة بقلبها، بس نحن اليوم رح ندهنها افوكا. أوكي. رح نحط عليها كروفات من فوق. بس من وين رح تفتحها؟ رح نقصها بالنص مثل الساندويتش تنقدر نشتغل بقلبها، لأنه بالباتيسري بناخذ الكريم باتيسير بنحشيها بنفختها إذا بدي فختين وبنحشيها. ليك شو رح نعمل؟ رح نعمل شغلتين. رح ناخذ حبة افوكا، بدي فضي وحده اللي هي انت حتفضيها، نقيت اكثر وحده مستويه، هيدي بدي اطحنها قد ما فيه. هلا بنشوف ليش. وفي بارت بدي اخده شوي يكون فج اكثر، بمعنى مش هالقد مستوي، بدي افرمها واحطها بحشوه السمو. خلينا ننقي لنا هيك حبه مهضومه، يعني هلا رح نشتغل حشوتين. بكينا بدنا نخلط افوكا. هلا رح نعمل الحشوه اللي هي سومو مع الافوكا. هيدي شوي من هون رح نشيلها، ما في اي مشكله. هيك هيك عم نشتغل بالافوكا، رح نخف نكفي الافوكا. شو كمان؟ خدي من هيدي وحده بس او لا يعني وحده كامله، بمعنى انا هون اخذت حبه افوكا الاستوى تبع اقل من اللي بايدك. هيديك بدنا نجرب نطحنها قد ما فينا لنعبيها بالبايبنج باج. هلا هيدي هيك خذ البارت اللي هذا رشتك شوي مظهر كثير مظهر بغش. خذ البارت التحتاني بيكون هذا، مش ضروري تاخذيها كلها يعني، خذ من مطرح ما راح اخذ من مطرح ما هي مستويه. يلا هلا رح نحط لها عسل او بدك خذي الشريط الخفق الصغير هيك بنعم لك اياها اكثر. لا ما رح يشك، بفتكر طيب بلشي شوكة. بلشي بالشوكه بنرجع إيه؟ اخر لا فكرت بدك تطحنها. سوري انا رح اخذ بلا يعني فينا نطحنها على الميكسر. اذا بتلاحظي عم صغر شوي الافوكا لانه بدهم يقعدوا بقلب الاكلير. اللي هي هيدي بتكفي، ناخذها هيك نحطها هون وشغلهم حلو. هلا بتشوفي يعني البرزنتيشن اخر شيء بمجرد ما ينزلوا على الطاوله برودوي اذا بدك بين غطوا طاروا يعني، بمجرد ما ينزلوا لان برودوي غريب يعني بين هلالين فيرست امبريشن بنقز بس الناس تشوفوا لما يعرفوا انه في شيء مالح جوا. صح. هلا انا افوكا هون بكفوا، رح ناخذها نحطها هيك، رح ناخذ هيدي. لكن هون افوكا خلصنا، خلينا نعصر حامض. هيك عم نعصر حامض، بنرجع بنفرم السومو
الكيد بتهين عليك شوي. اوكي خليها هون لانه رح نعيد نعوز تاني شقفه كمان، وهيدي رح نشيلهم، وهي خليها هون، وهولي رح نشيلهم لنستعمل شوبينج بورد للسمو. هلا انا اللي رح اعمله هو رح افرم سمو، نخلص هاي الخلطه ونبلش نشتغل فيهم. هون رح نحط بعض ملح، رح نحط زيت. هيدي شو عم نعمل؟ هيدي بدي احطها على وجهها. اوكي تنعلق عليها الكروفات، لان الكروفات رح يكون على الوجه مش على مش بقلبها مش جوا. هلا اذا بدك بالفوايه صار اهين لك. منيحه بنعموها اكثر. بدك تزيد شيء انت كريم؟ نو نو ابدا. هون عندنا سومو ماريني، احسن ناخذ سومو ماريني لانه بدي قصهم دايست، يعني اذا بناخذها فيومي الفيومي اذا بدك محكومين فيها بتيجي ترانش رقيقه كثير، بتيجي رقيقه فينا نعملها، بس انه هون بيطلعوا ارطب. رح قصهم شوي خشنين بهالشكل هيك، حطي لها شوية بهار، ما حطينا بهار حدك. وهلا رح نقصهم هيك. حطينا ملح؟ انا حطيت ملح بالمبدا، بس بدنا ندوقهم. هذا السمو كمان تقريبا، هذا عندنا هالشقفه خلينا نقصها. شو شو بدها؟ ملح؟ بدها اكل بس؟ لا ما بدها ملح. حامض؟ لا. اوكي طيب لكن سمو خلص، الافوكا اللي بدنا نحطه على الوجه خلص. هلا رح نتبل الحشوه ونبلش نفتح الاكلير ونبلش نحشيهم، نشوف كيف كمان رح نحط على بارت كريم تشيز وعلى بارت. انت كيف بدك تفتحها هيك؟ مظبوط لسامبلش يعني 100%. لكن زيت اكيد حامض ما بنحط، بدنا نحط برش حامض لانه اذا بدنا نحط حامض بده يتغير لون السمو، حتى لو في افوكا ما في مشكله. لكن نخلط؟ يلا نخلطيها. بدنا نحط لها بهار اسود، خليك هيك. اوكي ليك شو عملي، هاي عبيها ببايبنج باج اللي هو تحتك. فانا بلش بال اكلير، رح احط نقطه مي على الطاوله مثل العاده، رح احط نايلون هيك مشتغل على رواق، يكون عندنا اسباس كمان. لكن عندنا هاي الخلطة خلصت وخلطة الوجه خلصت، وهيدي يلا ما بعرف قد ايه بعد معنا وقت، افتكر وقتنا منيح. شو وقتنا شباب؟ 9 minutes. هي كثير. لكن ليك كيف عم بفتحها؟ عم بقصها بالنص. رح نطلع وقفة وبنرجع.